السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا من مخابز حلويات شمسين. الحل المنزلي اللي عملناه ونزلنا الفيديو تبعه، طلبتوا مني عجينة اللوز اللي اشتغلنا فيها العجينة القاعدة، مع انه هي بتيجي جاهزة. اليوم من مخابز حلويات شمسين ان شاء الله راح نعملكم طريقة عجينة اللوز كيف تعملوها بالبيت بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة متوفرة في البيت ان شاء الله، اذا مو متوفرة جايبتها مو صعبة ان شاء الله. فتفضلوا معنا ننتقل معكم للمقادير وطريقة التحضير، وكل الأصناف اللي عم نشتغلها طبعا موجودة بمخابز حلويات شمسين بحي الدانا بأبو ظبي مقابل مستشفى النور ميدي كلينيك. تفضلوا معنا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. حبايبنا بالنسبة لمكونات عجينة اللوز عندي اللي بدي اعملها منزلية، هي أسهل طريقة ممكن تشتغلوها وتستعملوها للحلى المنزلي ولكتير شغلات كمان، حتى فيني أعمل فيها مثل ما قلت لكم موضوع الحلى المغربي. مكوناتها بسيطة وشغلة سهل. أول شيء بدي بلش أني أعمل السيروب. عندي مي وعندي سكر عادي، سكر الخشن العادي، وعندي لوز بودرة وعندي سكر بودرة، هدول مكونين لحال تمام. هلأ عندي المكونين هدول بدي أحطهم وين؟ حطهم على النار ونشغل عليهم، هدول بدي يضل شغال عليهم تقريبا حوالي نص ساعة لحتى مو يكرملوا، يعني انا ما بدي اياه يحترق، بدي يوصل لقوام. اشتغل الغاز هيك، هلا انا بتركه ما عاد لا حركه ولا اعمل فيه شيء، بدي اخليه نص ساعه على نار هاديه بعد الغليان. بعد الغليان بحطه على نار هاديه، نتركه على جنب. عندي هلا هون شغله ثانيه بالنسبه للوز اللوز والسكر. الافضل رغم انه هو بيجي بودره، رغم انه بيجي بودره، بس شو بعمل انا؟ بدي احطه هيك مع بعض تمام؟ واذا عندي فرامه بالبيت بتطحن بودره شو بعمل؟ بقلبه وبحطه الفرامة لطحن البودرة وبرجع بنخله لبين ما يغلي عندي القطر ويبرد شوي وبنعجن مع بعض. في ملاحظة مهمة، حبيت تحطوا أصنص روح اللوز، أنا ما بحب لأنه نسبة اللوز ما شاء الله عالية فيه تمام. حبيت تحطوا أصنص روح اللوز بنحط، ما حبيته هو الأفضل، أنا ما بحبذ أنه ينحط الله أصنص روح اللوز كمان بصير. بناخذهم للطحن وبنرجع لكم ان شاء الله، او التنعيم ليصيروا روح واحده كلياتهم مع بعض. حبايبنا هون بعد ما خلطت اللوز مع السكر شو بده يكون عندي؟ المطحنه البودره، اذا عندنا مطحنه بودره تمام تطحن بودره. طبعا هي حجمها كبير كثير، في منها ل 300 جرام ل 200 جرام ل 150 جرام، كل المقاسات هي متوفره ومتوفره على جميع المواقع اللي بتبيع اونلاين، وعلى فكره مو كثير غالي سعرها يعني. بسكر وكمان بعمل لهم دور عليها عشان تأكيد التنعيم. أنا ليش عم باخذها هيك وجيبها؟ لأنه هي الكمية تعتبر على هذا المقاس، هي مقاس كيلو ونص 1500 جرام. ما قلت اخذتها يمين ويسار لانه انا الماكينه عندي كبيره على هيك كميه، شايفين شلون صارت؟ ابودر شيء صارت. وهلا بجي باخذ اللوز مع السكر هاد وبنخل. ننخله هيك. على فكرة الموضوع جدا سهل يعني مو معقد. ما لكم بالطويلة لحتى اخلص نخل يعني. وما بدي فتحة المنخل بودرة بودرة زيرو زيرو على الاخير.
وعندي هلأ مثل ما بعرف نحن بالكادر ولا لا، السكر على النار بالكادر نحن معلم، شايفين السكر على النار بس يغلي، بنوص النار خليه 30 دقيقة لا زيادة ولا نقصان، مشان يصير معي مثل الجليكوز. ما حبيت أعمل هذا الشيء، بدي هي معقدة الطريقة شوي، إنه آخذ جليكوز بعيار معين بطريقة بمقدار معين وأعجن فيه، وهيك بيكون كفى الله من شر القتال، يعني لا غليت قطر ولا عملت شيء. بس ما راح تزبط معكم بالبيت بصراحة، عم بقول لكم يعني إذا بدي آخذ اضطري الجليكوز يعني مثل ما أنا بدي إياه ما حتفهموا علي، فهي أقرب طريقة إنه تاخذوا جليكوز طري. تمام؟ يعني كأني عملته جليكوز، بس طبعا لا ما له علاقة بالجليكوز، بس بقوام الجليكوز. هيك بضمن انه عندي اللوز كله صار ناعم. هون بدي نوص الغاز، نوص ما اطفي، خليه على الهادي. بعد ما نخلت اللوز والسكر بدي استنى بقى الله يعيني ه 30 دقيقة، وبعد 30 دقيقة كمان بدي شي 15 دقيقة لحتى يبرد شوي اللوز والسكر، عفوا السكر اللي عم بعمله على الغاز. صار عندي هيك، شايفين اللوز كيف صار هيك؟ تمام جاهز لاني زيد عليه السكر بعدين بالمرحلة الثانية بعد ما ينطبخ وشكل فيه عجينة اللوز. نرجع لكم، هناخد فاصل هلا وبنرجع لكم بعد ما يستوي القطر معنا او السكر اللي حطوه على النار. وهي حبايبنا رجعنا لكم بعد الفاصل، وبعد ما غليت القطر وتركته يهدى شوي، او الشير اللي عندي او الشربات مثل ما بتسموها، بدي اجيب واعة ثانية، وهون هدول نخلتهم مثل ما شفتوا قبل ما نروح فاصل، وبنفضيهم وين؟ الطاسة استحكم اني ادعك فيها. حلو؟ وبنزل فيهم شوي شوي بالقطرات هيك وبدعك دافي، طبعا بده يكون مو بارد، قطري ما بده يكون بارد، دافي. وبفرك، ما بنزل دفعة واحدة مشان ما يطري عندي العجينة على الاخير، بنزل فيهم شوي شوي، وكمان مو شرط انه ياخذ كل الاطراف، المهم تلم عندي العجينه. يواش يواش يعني. بنزل شوي وبدعك وبشوف القوام اللي بدي اياه انا.
ناخذ شقفة هيك نعمل لها تجربة، بنلمها بضغطها. وهذا العجين او هاي العجينة بعد ما تلم وتندعك مزبوط بدي ريحها بالبراد حوالي ساعتين ثلاثة بتكون جاهزة معي للشغل على طول ان شاء الله. بعطيها هيك شوي صغيرة كمان. إذا بدكم تشتغلوا فيها الحلى المنزلي بفضل إنه تكون مايلة للطراوة شوي. بدكم تشتغلوا ولا تلبيس قوالب الكيك أو قطع الكيك أو الحلويات تكون شوي أنشف. هلا بقى تنعيم طراوتها هيك وقوامها كتير جيد. هلا بجيب سكيبر او بلاستيكه بحاول احط ورد اعجن فيها هيك عشان كلها تكون قوام واحد. هلا عندي تنعيم بقى، بس كل ما نعمتها بتساعدني بالشغل اكثر اذا لتلبيس الكيك او الحلويات. بنلم وهيك عجينة اللوز طلبتونا منها حبايبنا تقريبا جاهزة. بدها كمان شوية تنعيم وريحها بالبراد. بس ريحتها بالبراد تتجانس كل الحبيبات اللوز مع بعض وبتصير قوامها مختلف تماما. تمام، بنريحها. بدي لفها بنايلو واخذها على البراد، ريحها شغلت 3 ساعات تقريبا وفيني اشتغل فيها. صارت شبه جاهزة. شايفين حبايبنا هيك عندي عجينة اللوز صارت جاهزة. بس لحتى اخذ قوام افضل واريحية اكثر بالشغل بعملها هيك، بلفها بنايلون. تمام، وبناخذها على البراد، براد عادي يعني ما بدها شغلة ساعتين ثلاثة لتريح، وكمان مثل ما بيقولوا تفتح حبة اللوز. بنرجع لكم بعد ما ترتاح معنا العجينة إن شاء الله ونختم معنا مع بعض هذا الفيديو. هيك حبايبنا رجعنا لكم بعد هالفاصل وصارت عجينتنا باردة وظريفة. شايفين شلون ينهضها؟ شايفين حبايبنا هيك لما تاخذ راحتها بالبراد ما بتعود تمزع، بحيث اني انا لما مدها بالشوبك مدها هيك بالشوبك مثلا ما بتعطيني تقطيعات. وهذا كان فيديو عجينة اللوز لليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم ورضاكم وكان مفهوم وواضح وسهل عليكم. بآخر هذا الفيديو حبايبنا كان معكم الشيف فراس من مطبخ حلويات شامية. أكيد لا تنسونا من دعائكم والدعاء لست الوالدة والوالد وكل مريض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.